حكي أن جماعة من التابعين خرجوا لزيارة أبي سنان رضي الله تعالى عنه، فلما دخلوا عليه وجلسوا عنده قال: قوموا بنا نزور جارنا، مات أخوه ونعزيه فيه. قال محمد بن يوسف الفريابي رحمه الله تعالى: فقمنا معه ودخلنا على ذلك الرجل، فوجدناه كثير البكاء والجزع على أخيه، فجعلنا نعزيه ونسليه وهو لا يقبل تسلية ولا عزاء. فقلنا له: أما تعلم أن الموت سبيل لا بد منه؟ قال: بلى، ولكن أبكي على ما أصبح وأمسى فيه أخي من العزاء. فقلنا له: هل أطلعك الله على الغيب؟ قال: لا، ولكن لما دفنته وسويت عليه التراب وانصرف الناس جلست عند قبره، وإذا صوت من قبره يقول: آه، أفردوني وحيدا أقاسي العذاب، قد كنت أصوم وقد كنت أصلي. قال: فأبكاني كلامه، فنبشت التراب عنه لأنظر حاله، وإذا القبر يلع عليه نارا وفي عنقه طوق من نار، فحملتني شفقة الأخوة ومددت يدي لأرفع الطوق من رقبته، فاحترقت أصابعي ويدي، ثم أخرج إلينا يده فإذا هي سوداء محترقة. قال: فرددت عليه التراب وانصرفت، فكيف لا أبكي على حاله وأحزن عليه؟ فقلنا: فما كان أخوك يعمل في الدنيا؟ قال: كان لا يؤدي الزكاة من ماله. إخوتي، من لا يؤدي زكاة ماله بعدما وجبت عليه فليستمع جيدا لهذه النصوص. قال تعالى في القرآن الكريم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله إلا جعل له طوقا في عنقه، شجاع أقرع وهو يفر منه وهو يتبعه. وفي رواية أخرى: من ترك بعده كنزا مثل له شجاعا أقرع يوم القيامة، له زبيبتان يتبعه فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذي خلفت بعدك، فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها، ثم يتبعه سائر جسده. قال سيد الشيخ الإمام أحمد رضا خان الهندي رحمه الله تعالى ناصحا ومخوفا لمن لا يخرج الزكاة، مبينا أنه في عذاب النار: أخي العزيز، هل تستهزئ بما أمرك الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أو تعتقد أن عذاب النار أو اليوم العصيب الذي يكون مقداره 50,000 سنة سهلا؟ جرب دينارا واحدا يحمى عليه في نار الدنيا ثم قم بوضعه على جسمك، مع أن نار الدنيا خفيفة ونار جهنم أشد منها بأضعاف. وها هو دينار واحد، وهناك المال الكثير الذي جمعته في حياتك كلها.
مع أنك هنا لا تستطيع أن تصبر عليها ثانية واحدة، فكيف تصبر هناك على اليوم الذي يكون مقداره 50,000 سنة؟ وهنا ألم لبقع النار فقط، وهناك ألم كسر العظام. اللهم اهد المسلمين جميعا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابعوا قناة مدني الفضائية.